بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. كشفت الفنانة سمية الخشاب عن مفاجأة متعلقة بطليقها المطرب أحمد سعد، وأعلنت عن عودة الصلح بينها وبين أحمد سعد بعد خلافات حادة من الاتهامات المتبادلة بينهم خلال الشهور الماضية واللي كانت تصدرت وسائل الإعلام. وأكدت سمية الخشاب أن علاقتها الحالية مع أحمد سعد طيبة للغاية، ولا يوجد بينهم سوى كل الود والمحبة، وقالت إن الخلافات بينهم انتهت ولم يعد موجود سوى المحبة والاحترام. وقالت كل اللي بينا خير وعلاقتنا ببعض طيبة، وأنا بتمنى له كل التوفيق في حياته وهو بيتمنى لي كل التوفيق في حياتي، وأحلى شيء إن الإنسان لا يترك دائما خلافات أو مشاكل مع أحد. وتابعت سمية الخشاب وقالت من الجميل أن تكون في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معهم أو لم تستطيع أن تكمل حياتك معهم، لكن بتبقى المودة والأخلاق والسلام بينكم. وبسؤالها عن ما تردد حول وجود وسطاء للإصلاح بينهم علشان يرجعوا أصدقاء، قالت سمية إحنا بالفعل أصدقاء حاليا ولا يوجد بينا أي مشاكل، وعلاقتنا ببعض جيدة، وهو بيتصل بيا وبيسأل عليا، والحياة حلوة والحمد لله. وزي ما كلنا عارفين قبل كده كان في خلافات بين سمية الخشاب وأحمد سعد، كانت وصلت لحد تبادل الاتهامات بينهم، واللي كانت متنوعة ما بين اتهامات بالسرقة والشروع في القتل والتلميح بتعاطي مواد مخدرة وغيرها من الأمور الخاصة بينهم.